أنا مثلا في لا فيديو غادي نروح لها واحد لا كومبوزونت بارمي لي سان كومبوزونت ديال لا ميثود ديالنا كود ماتريكس. هاد لا كومبوزونت اللي غادي نروح ليها سميناها ساكسيسفل مايند سيت. دونك شنو كنقصدو بالمايند سيت؟ المايند سيت هو مجموعة ديال الى وين نقولوا ديال الكرويونس ديال المعتقدات وديال لي زاتيتيود اللي عندك تجاه العالم وتجاه راسك. داكور، هذا هو التعريف الى وين نقولوا ديال المايند سيت. واخا نزيدهم بالسطور. المايند سيت هو الطريقة كيفاش انت كتشوف راسك وكتشوف العالم، وهذا الشيء كيحدد كيأثر بزاف بلا ما تحس على بيرفورمانس ديالك. داكور، يعني على الخدمه ديالك، على لي زاكسيون ديالك، شنو كدير في حياتك، على لي شوا لي ديسيزيون. لانه حاجه الا كنتي مثلا في الداخل ديالك كتخاف منها ما عمرك ولا غديرها، انت بلا ما تحس كديسيدي انك ما ديرش، غدير حاجه اخرى، ولكن هادشي ما كتحسش بيه، هادشي راه كيدور في الداخل ديالك. داكور، هذا هو الخطوره ديال المايند سيت. خطوره ديال المايند سيت هو انه شي حاجه ما كتشوفهاش. بحال مثلا تخيل معايا هاد السيناريو، شي واحد مثلا عنده واحد النظاظر نقولوا انفيزيبل، يعني ما ردهمش، تولف بيهم ما ردهمش، بارجو عنده من الصغر ديالو. يعني نقولوا مثلا واحد لو بيبي اخلاق وداروا له والديه شي نظاظر، مثلا شي نظاظر سقوهم له، اوكي، هاد النظاظر مثلا كحل. داكور، كيشوف العالم كحل، اوكي، يعني نقولوا ملون بالكحل، اوكي، وكبر هو بدوك النظاظر، كبر هو بدوك النظاظر، زاد في حياته، مشى في حياته هو دائما داير دوك النظاظر بلا ما يحس، لانه ولف بهم وما عمره ولا تسأل شنو داك النظاظر اللي صالحين واش حيدهم ولا هكذا، لانه رجعوا جزء منه. اوكي، كيشوف دائما العالم الى نقول بهذوك النظاظر الكحل، كيشوفهم داك العالم كيشوفو ملون الى بغينا نقولو بالاسود بالكحل. داكور، واحد النهار لسبب او لاخر حيد دوك النظاظر ولا حيدهم من شي وحده، وعاد بدا كيشوف ديزون العالم بواحد النظره اخرى. داكور، هذه هي الطريقه باش كنحاول نبسط لكم المايند سيت. المايند سيت هما شي حوايج، واحد الحاجه ما كتشوفهاش، انت ما واعيش بانه عندك، اوكي، وكتحدد لك الطريقه باش كتشوف الناس وكتشوف العالم الخارجي وكتشوف حتى راسك. واللي اخطر هو انك كيفاش كتشوف راسك. اوكي، كيفاش كتشوف راسك؟ شنو كنقصد بها؟ هي انه بزاف ديال الحوايج كتعتقد بانك انت ما قادش ديرهم، داكور، ولكن سي انكونسيون، انت تعلمتي تعتقد بانك انت ما تقدرش ديرهم. جو سوي با كاباب دو فير كل شوز، اوكي، اي كانت دو ذيس. ولكن هذه ماشي مساله هي كونسيونت، انا ما قادرش ندير، لا، انت دابا راه تعلمتي، اوكي، ورجعتي كتعتقد بواحد الطريقه غير قابله للنقاش، ما كتناقش هذا الشيء مع راسك ولا مع الناس، معتقد جازم بانه راه انت ما تقدرش دير الحاجه، انت ما تقدرش تعلم مثلا لونغاج سي، اوكي، ما تقدرش تعلم جافا سكريبت، ما تقدرش تعلم مثلا جو سي با بي اتش بي، اوكي، ما تقدرش تعلم مثلا ديزون كيفاش تكودي ولا كيفاش تكريي واحد الاب ديزون في سميتو اي او اس، يعني ديال ابل. داكور، عندك شي معتقدات بحال هذا الشكل هذا، داكور، اولا كتعتقد بان البروغراماسيون صعيبه بزاف، ما تقدرش تعلمها، شي حوايج مثلا ما تقدرش تعلمهم، كتعتقد مثلا ديزون بانه سميتو الباك اند، مثلا باك اند ديفلوبمنت صعيب، كي يقدر واحد يتعلمو الا كان عنده الانتيليجنس عاليه بزاف. كتعتقد بانك انت ماشي
ماشي انتليجون سوفيزامون. داكور، هذه مجموعه ديال المعتقدات، مجموعه ديال لي زاتيتود اللي الواحد ما واعيش بها وكيحددوا كما قلنا على بيرفورمانس ديالو، لي زاكسيون ديالو، وحتى المستقبل ديالو، البوتونسيال اللي يقدر يوصل، شي حوايج اللي تقدر توصل لها. هادوك لي مايند سيت اللي عندك، وهادوك لي كرويونس اللي عندك، وهادوك المعتقدات اللي عندك كتحدك باش انك تمشي بعيد. داكور، كنتمنى انني وضحت المعنى اللي كنقصد بها المايند سيت. داكور، نعطيو دي زيكزومبل، بوزيتيف مايند سيت، نيجاتيف مايند سيت. بوزيتيف مايند سيت هو انه دائما كيشوف المسائل الايجابيه في اي حاجه، مثلا الى شاء مثلا كيشوف واحد الحاجه، كاين الناس اللي عندهم نيجاتيف مايند سيت كيشوفوا فيها كوم ايتون ان بروبليم، هو كيشوف فيها كوم ايتون اون اوبورتونيتي، في انا فرصه يقدر يدير منها شي حاجه مزيانه. داكور، بوسيبيليتي مايند سيت، مايند سيت بوسيبيليتي مايند سيت هو انه كيشوف غير الامكانيات، دائما كيشوف راسه بانه يقدر يدير شي حاجه. جا واحد المشكل، اوكي نقدر نحلو، كاين واحد الحاجه جديده، اوكي نقدر نتعلمها، كاين واحد البروجي اللي كيتعرض، نقدر نديرو. يعني عنده هاد المايند سيت ديال لا بوسيبيليتي، يعني كلشي بوسيبل. ليرنر مايند سيت، اوكي. كاين الناس مثلا الاغلبيه ديال الناس انه كيقرا، اوكي، كيشد الدبلوم ديالو ومن بعد سميتو اللي بنقولو التعلم، لابرونتيساج، كيوقف، كيقول صافي انا ساليت، دابا الخدمه، يعني ما نتعلم، انا نتعلم داكشي اللي انا ما فيا ما نقرا، اوكي، القرايه سالت. كاين الناس اللي عندهم هاد الليرنر مايند سيت بانه كيتعلم دائما، اوكي، بل كيتعلم اشاك انستون، بل كيتعلم مع اي واحد، بل كيتعلم مع اي فرصه، مع اي مشكل، كل نهار كيتعلم، اوكي، الدماغ ديالو متفتح انه يتعلم، ما كيقولش بانه صافي انا التعلم عندي وصل للحد ديالو، انا تعلمت كل شيء. الا جات له شي حاجه جديده كيقول لك صافي انا ما نتعلمهاش، لانه عنده هذا المايند سيت ديال كونتر ليرني، كونتر لابرونتيساج، ما عندوش كما كيسميوها لي جابوني بيجينر مايند سيت. دائما خصو يكون عندك هذا البيجينر مايند سيت، باين دائما بينك وبين راسك، تعطيك الفرصه تقول انا ما عارفش هذه ونقدر نتعلمها. داكور، اي فرصه انا نتعلم حاجه جديده. داكور، دونك هادو دي زيكزامبل ديال المايند سيت. دابا علاش حنا كنركزوا لا ميثود ديالنا ولا لا فيلوزوفي ديالنا على المايند سيت؟ كما قلنا هذه مساله الصعوبه ديالها هو انه شي مساله اللي الانسان ما واعيش بها، ما كيشوفهاش، ما كيدركهاش، ما كيلمسهاش، اوكي. هاد الحاجه ديالو، هاد المايند سيت هادي، تقدر تحدد له وتليميتي له البوتونسييل ديالو. يعني اللي كان عنده مثلا البوتونسييل انه جو سي با يوصل مثلا بي دي جي، وعنده اي واحد مثلا، عنده اي واحد خلقنا الله تعالى راه عندنا بوتونسييل ايليميتي، اوكي. ولكن الى عندك واحد والمايند سيت في اغلب الاحوال هو اللي كاين ليميتي الناس، ما كيوصلوش اهداف كبيره. هادي دابا هما لي زيتود دابا جداد ولي زيكسبير هادشي اللي كيقولوا اغلبيه ديال الناس علاش ما كيوصلوش. ماشي اون كيسيون دانتيليجونس، ماشي اون كيسيون ديال ديزون ديال لانفورماسيون ما كايناش، او لا اون كيسيون ديال انه الانسان ما سميتو ما قادرش، لا، اون كيسيون ديال انه هو كيفاش كيشوف راسو، كيسيون ديال المايند سيت ديالو، واش مايند سيت ديالو نيجاتيف ولا بوزيتيف، واش محدود ولا ايليميتي. داكور، دونك هادي هي الخطوره ديال المايند سيت، علاش خصنا نوعاو بها ونحلوا هذا المشكل ديال المايند سيت، لانه تقدر تليميتي لنا البوتونسييل ديالنا، تقدر تليميتي لنا الحياه ديالنا، ما نمشيوش بعيد في الكارير ديالنا. داكور، كما قلنا المايند سيت ديالك
انت ما وعيش بيه، ما ردلوش البال، ما عرفوش بانه كاين اصلا. داكور. الحاجه الثالثه، علاش خصنا كما قلناها خصنا نردوا البال على القضيه المايند سيت وخصنا نركزوا عليها، هو انه اغلبيه ديال الفشل ديال الناس اون جينيرال في الكوتي كارير 80% كيكون السبب ديالو مايند سيت، و 20% يكون السبب ديالو تكنيكال، تكنيك ولا كومبيتونس ولا اكسيتيرا. داكشي باش المايند سيت خطير 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 جدا، يقدر يا اما يدفعك وتمشي بعيد، او لا الا عندك شي مايند سيت نيجاتيف يقدر يليميتلك وما تحققش شي حاجه كبيره في حياتك وتكون انسان عادي جدا. واخا دابا كيفاش غادي نديرو لهاد المايند سيت؟ المايند سيت سميتو كاين جوج ديال الحوايج، كاين النيجاتيف مايند سيت والبوزيتيف مايند سيت، يعني المايند سيت اللي هو خايب نتخلصوا منه، اوكي، وكاين البوزيتيف مايند سيت اللي هضرنا عطينا دي زيكزامبل عليه، هما اللي خصنا نكتسبوه. اوكي، دونك خصنا نتخلصوا من النيجاتيف مايند سيت وخصنا نكتسبوا البوزيتيف مايند سيت. داكور. ولكن الاشكال هاد المساله هذه باش صعيبه، هو انه ما تقدرش ديرها راسك، خاصك شي واحد يعاونك من برا. اوكي، خاص شي واحد مثلا، لان الانسان يقدر يكون عنده ام مايند سيت نيجاتيف، يعني يكون مثلا سوبوزون بار اكزومبل يكون هو متشائم، ولكن هو في قرار نفسه راه هو ماشي متشائم، هو مقتنع بانه ماشي متشائم، لانه عادي بحال الناس، لانه كيعيش حياه عاديه بحال هي ايها الناس، هو راه ما مقتنعش بانه متشائم. داكور. دونك هذه الخطوره، بانه خاص شي واحد من برا، شي واحد ماشي انت، شي واحد من برا يعاونك باش تخلص من هاد لي مايند سيت نيجاتيف وتكتسب دي مايند سيت بوزيتيف. اوكي، تعرف بانه شنو اللي عندك شنو اللي ما عندكش. داكور. دونك هاد الكوتش ولا المونتور ولا هاد السيد هذا اللي يقدر يعاونك، اولا كي ايدونتيفي شنو هما لي نيجاتيف مايند سيت اللي عندك. اوكي، اول حاجه هي ليدونتيفيكاسيون، هادي مهمه بزاف، تعرف بعدا شنو اللي عندك شنو ما عندكش. باش كتعرف بانه عندك واحد المايند سيت اللي هو نيجاتيف، عاد كتخدم عليه، وكاين طرق بيان سور باش كتخدم عليه وباش كتحيد هاد المايند سيت نيجاتيف. داكور. عاوتاني لي مايند سيت بوزيتيف. داكور. بزاف ديال الناس كيعتقدوا مع راسهم بانه عنده واحد المايند سيت بوزيتيف، هو راه ما عندوش. اوكي، هو راه غير كيتوهم وصافي. داكور. دونك خاصك ضروري شي واحد يعاونك باش تكتسب المايند سيت بوزيتيف وتتخلص من المايند سيت نيجاتيف. داكور. حاجه اخرى اللي كندخلوها في هاد لا كاتيجوري ولا لا كومبوزون ديال المايند سيت، هو اللي كنهضروا عليه كيهضروا عليه الناس دابا بزاف، اللي هما السوفت سكيلز. سوفت سكيلز نقدروا يعني نلخصوها بجوج ديال الحوايج، اللي هي اساسا لا كومونيكاسيون والتيم وورك، بجوج ديال الحوايج اللي داخلين في السوفت سكيلز. داكور. ومع الاسف على حسب التجربه ديالنا وداكشي وحسب اللي كنشوفه في المارشي وهذا، لي انجينيور ديالنا ولا تكنيسيان ديالنا في الدومين ديال الويب ديفلوبمنت، ما عندهمش اشكال في التكنيك، وغالبا ما كيكونوا دي بريون في لو كوتي تكنيك، يعني دي كودور ولا دي بروغرامر ولا دي ديفلوبر سون بريون سون انتيليجون سون بيرفورمون، ولكن عندهم مشاكل كثيره في الكوتي مايند سيت. اولا نهضروا غير على جوج ديال الحوايج، اولا ما عندهمش الثقه بالنفس، لا كونفيونس اون سو قليله بزاف، كتلقى شي واحد عنده، وكنهضروا على كونفيونس الحقيقيه ماشي الكونفيونس ديال السنطيحه هو ما عنده والو، ولا كنهضروا على انسان انتيليجون بيرفورمون ولكن مسكين ما عندوش
داك الثقه في راسه. اوكي، ما عندوش داك الثقه، ما كيثقش في لي كومبيتونس ديالو، ما كيثقش في راسه. ثاني حاجه اللي ولا روماركي هو انه ما عندوش، اولا ما مقتنعش بانه هذه المساله ضروريه، ما مقتنعش بانه خصو يهضر على راسه، خصو يدير الماركتين لراسو، خصو يهضر على لي كومبيتونس ديالو وبين لي كومبيتونس ديالو وبين راسو، سواء في لونتربريز ولا في السوق. داكور، عنده واحد الحشوميه، الا بغينا نقول واحد الحشوميه اللي ماشي في محلها. داكور، هذه حاجه لو كوتي ماينسيت. لو كوتي كذلك كومينيكاسيون، كاين واحد المشكل كبير عند الانجينير ديالنا، سورتو في هذا الوقت ديالنا، صافي دير عاد سميتو هاد لي زاني دابا، هاد لا جينيراسيون ديال دابا عندهم اشكال، وحنا درنا حاولنا نتواصلوا مع دي زونتربريز وداكشي، وفعلا اكدوا لنا هاد القضيه هادي. لا كومينيكاسيون، نهضروا على لا كومينيكاسيون ايكريت ولا كومينيكاسيون اورال. صافي دير كومينيكاسيون ايكريت، تو سكي رابور، تو سكي ايميل اكسيتيرا، مازال عندهم ضعف، سواء لونغاج، سواء كيفاش يكتبوا فرونسي ولا انجلي. وعندهم كذلك اشكال كبير في لو كوتي اورال، يعني كيفاش يبريزونتي الحاجه، كيفاش يقنع، كيفاش ينيغوسي اكسيتيرا. دونك هاد المسائل هادي كتاخذ وقت كبير، ولكن حاولنا نشيروا الاهم الحوايج اللي خصنا نردوا لها البال في هذا الكومبوزون ديال المايند سيت.